سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة وبرنامج المرأة المسلمة، برحب بيكم في حلقة جديدة. وحلقتنا النهاردة مسجلة وهتكون في إطار أسئلتكم اللي بنتلقاها على صفحات التواصل الاجتماعي ومن خلال الإيميلات والتليفونات وكده، بنجمعها ونرد عليها في حلقات متصلة. عنوان الحلقة هو أسئلتكم والحقيقة الكتابية. أنا بصلي إن النهاردة الحلقة دي تكون بركة وفهم جديد في حياة كل واحد وواحدة منكم. عايز أقول حاجة، ما تنسوش إن مراسلاتكم واتصالاتكم بيتلقاها المرشدين في خلال البث، فكل واحد بيحتاج إنه يسأل سؤال أو يصلي مع أحد المرشدين، أرجوكم لا تترددوا في ذلك، لأننا حاضرين نصلي معاكم ونرد على أسئلتكم في وقت البث المباشر. وأيضا بعد البث أو في أثناء الإعادة أنتوا تقدروا تكتبوا لنا على كل صفحات القناة. أحيانا يعني الكلمة دي عايزة يعني أخد وقت بس أقول فيها كلمة للباحثين والعابرين وكل الإخوة اللي بيتصلوا أو بيتواصلوا بينا. أحيانا بيتصل بينا بعض الإخوة والأخوات سواء كان على التليفونات أو كتابة مثلا على الخاص في صفحة المرأة المسلمة أو أي صفحة من صفحات قناة الحياة، بيسألوا إذا كانت مراسلتهم معانا هتكون سرية أو لا، وبيكونوا قلقانين جدا. أنا عايز أقول لكم أن أنا متفهمة جدا الموضوع ده، فاهمة قلقكم، وبحب أن أنا أأكد لكم من منبر المرأة المسلمة ونيابة عن فريق قناة الحياة كله، احنا حريصين جدا على امنكم الشخصي، وحريصين اننا ما ندخلش المكالمات على المباشر الا للي بيطلب انه يشارك في المباشر بصورة مباشرة، لانه كتير لما بيتصلوا بي او بتصل برجع ارد على حد باتصال يقول لي واحنا على الهوا، يا ابني لا او يا بنتي لا، مش ممكن نحطكم على الهوى او حتى نشارك قصصكم من غير اذنكم، لاننا عارفين الوضع. عايزاكم تبقوا فاهمين انه فريق القناة بياخد كل الاحتياطات، مش لبرنامج واحد ولكن لامنكم في كل الوسائل الاتصالات اللي بتتوصلوا بيها معانا بقدر امكاننا وعلى يعني أفضل الطرق اللي نقدر نقدمها. بناخد الاحتياطات الأمنية المتاحة لينا علشان ما يكونش فيه اختراقات لا لمعلوماتكم ولا لمعلوماتنا من خلال الصفحات مثلا أو التليفون. فلما بتكتب على الخاص على صفحة المرأة المسلمة على الفيسبوك مثلا، ما حدش بيشوفها غير الفريق. امبارح شفت رسالة فيها شخصية بتقول لو سمحتوا عايزة أتأكد أن محدش شايفني، وهي على الخاص. فمتفهمة جدا قلقكم. عايزة أفكركم أنه إحنا أيضا كفريق قناة الحياة معظمنا من خلفية إسلامية، ومرينا ونمر بالمراحل كلها اللي أنتوا بتمروا بيها دي بالأشكال المختلفة من أول يوم. إذا كنت أنت باحث أو حد بيسأل، كتير مننا مرينا بده وكنا بنخاف نسأل وبنخاف أنه حد يكتشف أو بنخاف أنه أهلنا يشوفوا أو يعني يكتشفوا رسالة على التليفون أو حاجة زي كده. فإحنا مرينا من بكل الأمور دي، من التساؤلات للإيمان للتعليم للاضطهاد. فبقدر إمكاننا عايزين نحميكم وتكونوا في أمان وأنتوا بتتواصلوا معنا. الفريق كله سواء كانوا عابرين أو مسيحيين من خلفية مسيحية، يعني هم أيضا متفقين وبيصلوا من أجلكم وبيردوا يعني بإتقان وبتدقيق وبحرص. فأرجوكم أنكم تشعروا بالأمان لما تكونوا بتتواصلوا معنا. ويعني أنا مش حد أبدا كلمني وقال أنه معلوماته اتخذت، لكن مرة تانية أنا فاهمة وإحنا
في نفس الوقت بنصلي من أجلكم. عايزة أفكركم بحاجة تانية مهمة، وهي إيميل البرنامج الجديد اللي بنتكلمكم عنه بقالنا شوية. الإيميل ده هتشوفوه على الشاشة دلوقتي، هو بيصلني شخصيا، وكل مراسلاتكم عن طريق هذا الإيميل في أمان، وحرد عليها في التوقيت المناسب دائما. أوكي. كمان ما تنسوش رقم الواتساب، لأن رقم الواتساب ده وسيلة الاتصال المباشرة بالبرنامج. كل رسائلكم بتوصلني، برد وبتصل وبرتب مع الجميع بقدر إمكاني والوقت المتاح. ودلوقتي بقى خليني أروح لبعض أسئلتكم زي ما أرسلت لنا، يعني بالطريقة اللي كتبها المشاهد. بس عايز أقول تنبيه على الموضوع ده، إنه الأسئلة لما بتوصلنا وأنا أخد منها صورة، أنا ما باخدش أبدا صورة من أي حديث خاص، ولكن الصورة اللي هتشوفوها دلوقتي على الشاشة لما أضع السؤال هي صورة شخص كاتب لنا. يعني هي الصورة دي هي هتكون أول سؤال لنا. ده الشخص أبو اللول، لسامحني لو قلت اسمك غلط، هو بيكتب على المباشر في الصفحة، على الصفحة الرئيسية، فهو بينشر وبيعلق باسمه الشخصي، فمن حقي أخد اسمه الشخصي وأرد عليه لاهتمامي بي وبجميع المشاهدين اللي عندهم نفس الأسئلة. أوكي؟ لكن محدش هيكتب على الخاص ونأخد منه صورة أبدا، عشان ما تقلقوش. أوكي؟ دي صفحة عامة، أي سؤال على الخاص مش ممكن أحط اسم السائل، لكن هتجده في آخر الحلقة النهاردة سؤال من أسئلة العابرين، وضعت السؤال ولم أضع اسم السائل. خلينا بقى نروح للسؤال الأول. أنا هقراه لكم مع الأول وبعدين نرجع نفصله. بيقول كده: الإسلام عز المرأة وحفظ كرامتها، بس أنتوا المسيحيات زليتوا حالكم مرتين، مرة لما بعتوا عورتكم على العامة، وحتى عملتوا من تجارة أجسادكم حرية، من تجارة أجسادكم حرية الآن. فبيقول لك إيه بقى؟ بلا ما تبيعوا جسمكم، المجتمع لا يحترمكم كإنسانة. والمرة التانية لما زليتوا نفسكم وكرامتكم بالشغل 10 ساعات كل يوم زي العبيد بالشركة تحت كلمة مدير الشركة، وما عندكم لا رأي ولا طاقة تناقشوا بأمر المدير، فقط شغل وذل وبيت تحت مسمى حرية المرأة وخلف غلاف الحرية ذل. طبعا ممكن حد يقرأ السؤال ده ويتجاهله، هو مش سؤال، هو بصراحة يعني ايه شوية بيعبر عن رأيه بطريقة مش مهذبة جدا بالكلام عن المرأة عموما. على فكرة هو مش واخد باله، يعني مش المرأة بس المسيحية، ولكن هو بيعبر عن غضبه بطريقة فيها أفكاره الحقيقية اللي هو واخدها منين؟ من الإسلام. ده اللي تربى عليه، ده اللي تشبع بيه، من يعني من فمك أو دينك، أنت اللي في قلبك إيه؟ من فضلة القلب يتكلم اللسان. فده تعبير. لكن أنا أيضا أحيانا أرى في التعبيرات اللي زي دي مفاهيم مغلوطة وبشكل رهيب، وفيها خلط بشكل رهيب وعدم فهم بشكل رهيب. فأنا بجد أن دي فرصة أن إحنا ولو أننا يعني كل نقطة من اللي هقوله ده عملنا فيه حلقات، إلا أني هرد عليك بشكل مباشر وبصلي أنك تفكر في الكلام اللي بتقوله. ناخد السؤال على أجزاء. أولا، هو عمم أفكاره هو المأخوذة من الفكر الإسلامي على كل مسلمين ومسيحيين. أوكي؟ فالإطار اللي بيتكلم فيه إطار تعميم. الإسلام أعز المرأة، يبقى المرأة كلها المسلمة بس ولا كلها؟ سؤال. إذا كانت المرأة المسيحية بتتصرف بالشكل اللي هو بيقول عليه إنه دي كشف عورة ومش عارف إيه، فهو عمم على كل. فخلينا ناخدها فكرة فكرة.
الإسلام عز المرأة وحفظ كرامتها بإيه؟ سؤال. لو أعز الإسلام المرأة لكان لكلمة المرأة معنى أكبر مما تفهموه إسلاميا من منظور الله. أنت بتتكلم عن الإسلام كمنظومة ولا بتتكلم عن الإسلام كفكر لإله؟ هو فعلا الموجود في الفكر الإسلامي النهاردة تعبيرا عن فكر المتكلم في القرآن، إذا كان خلط بين إله الإسلام وأفكار محمد وأفكار عمر، ويعني وكل واحد يعدي يقول له كلمتين يروح زائقهم في يعني أفكار إنسانية، على الأقل أقدر أقول إنها خليط من الأفكار الإنسانية وأخذ من بعض الأفكار اليهودية والأفكار المسيحية المغلوطة وهكذا. فأنت بتتكلم بفكر متلخبط خالص خالص. بس لازم لما نيجي نحط عبارة زي كده ونقول إسلام أعز المرأة، أنت بتتكلم على إله الإسلام. لو كان الإله فعلا يبقى لازم يكون أعز المرأة عموما، مش كده؟ مش هو خلق النساء جميعا ولا إيه؟ لو قلت إن الإسلام أعز المرأة المسلمة بس، فده تفكير هو تفكير إسلامي ولكنه غير صحيح وغير مستقيم ولا يليق بإله. لو كان مصدر التعليم الإسلامي من الله لكان الإكرام لكل امرأة حرة أو عبدة، مسلمة غير مسلمة، لأن مبادئ الله لا تتغير. إنه يعني إنه الإله الفكر الإسلامي بيقول لك كده، ربنا يعزك يساعدك لو انت ماشي في الطريق اللي هو عايزه. وطب والناس اللي لسه عايزين يمشوا هم بره الاطار. طب والناس اللي مش عايزين يمشوا بس يمكن يمشوا بكره، انت برضو بره الاطار. طب والناس اللي تحت طائله هذا الاله اللي بيقول يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ذنبهم ايه؟ الفكر الإسلامي بيقول إن الإسلام أعز المرأة المسلمة فقط، النتيجة كده. الكتاب المقدس بقى أما يتكلم عن فكر الله بيتكلم عن الرجل كإنسان عموما وعن المرأة كإنسان عموما أيضا. يقول لك ليس الرجل من دون المرأة ولا المرأة من دون الرجل، الاثنين واحد في الرب، لأن الرب خلق الاثنين على صورته ومثاله من البدء، خلقهم على صورته ومثاله. فمصدر الكرامة والعزة إنك صورة الله، وإنه في المسيح تتحول إلى تلك الصورة عينها كل يوم، تنمو في القداسة، تنمو في المحبة، تنمو في الصبر، تنمو في النقاء أمام الله وهكذا. كل ما هو صالح وكل ما هو خير وكل ما هو جميل، دي إرادة الله الصالحة لنا. تصور بقى ده الصورة العامة. لكن في فرق بقى. إله الإسلام يقول لك أعز المرأة والمرأة المسلمة فقط، هو ما بيقولهاش كده عموما يعني، ولكن انت يعني بترى من المعطيات ان الست اللي بره، انت بلسانك بتتكلم على الست اللي بره على انها شكلها زي العاهرات. انت بتبصلي انا وبتدني عشان انا مش مغطيه شعري، وحتى ولو اني لابسه بكم ولابسه عادي يعني برضو انت بتدني، انت شايفني كافره وكذا وكذا يعني. وكتر خيركم على كل الشتايم اللي بتجيلي على انه يعني تدين مش بس الفكر لكن تدين الاخلاق والعيله واللي خلفونا وكل حاجه، ما جبتوهاش من عندكم. نبي الإسلام وإله الإسلام واحد، كان بيسب ويلعن ويعني يقول الكلام بالألفاظ الخارجة البذيئة، والتاني برضو في القرآن بيسب ويلعن، وتبت أبي لهب، يد أبي لهب وما تب، وامرأته حمالة الحطب. فأنت بتتكلم زي إلهك،
أوكي. لكن الله في الكتاب المقدس قال إن الراجل والست الاثنين واحد، لأنهم واحد في الرب، لأنهم على صورتي ومثالي، لأنهم عندهم فرصة، لأني أعطي فرصة للجميع، لأن الله يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يرجعون، الجميع. أنت بقى تريد ولا ما تريدش، أنت حر. لكن عندما يتكلم الله عن الخطايا اللي بتفصلنا على الله، بيتكلم برضو بصفة عامة عن الاتنين. فمثلا يقول انه ما يدخلش السماء لا زنا ولا سارقين ولا كذابين ولا ذارعي شقاق بين الاخوه، والكلام ده كله مثلا يعني. دي ايات كلها بتتكلم على ايه اللي خرجنا بره القداسه وبره الحياه مع الله وبره فهم الله في الحياه، والكلام ده كله بيتكلم للراجل والست واحد. العفه للراجل والست، الصورة اللي بقدمها للناس بلبسي وفكري وأدبي ومحبتي، لو كنت راجل أو كنت ست هي تمثل الله لو كان مصدرها الله. فأما ربنا بيعلمنا كده إنه الخطايا للإنسان عموما، لأنه خالق الإنسان ففاهم هو بيكلم مين. ففي فرق بين الإنسان والخطايا الإنسانية، والاتنين ربنا بيتكلم عنهم في الكتاب المقدس للاتنين، راجل أو ست. أما الإسلام فالمرأة لها مكانة في أقل من الرجل في كل شيء، في كل شيء، ولا تستطيع أن تنكر ده، في الإمكانيات والعقل والدين والصلاة والاختيار وده كل حاجة. مش ليس فقط مكانة يعني للرجال عليهن درجة، دي آية صريحة. تزعجكم الحرية، لأن الله أعطى للمرأة حرية وأعطاها عقل وأعطاها إمكانيات. صورة مخالفة خالص عن المرأة في الكتاب المقدس اللي كان فيهم ملكات وكان فيهم قائدات حرب وكان فيهم نبيات وكان فيهم المرأة، صورة المرأة الزوجة، المرأة العاملة، المرأة الذكية اللي ترى حقلا وتتدبر ان الحقل ده يكون سبب بركة فيها فتشتريه وتعمل بيه بيزنس وكلام من ده. في اماكن كتيرة في الكتاب المقدس الرب بيتكلم على المرأة بهذه الصورة. يعني اللي حضرتك بتقول عنه تكريم للمرأة، خليني أقف أخد بقى إيه مثل من كلامكم. الشيخ علي جمعة في رمضان اللي فات بيقول كده في مسألة نقصان العقل والدين، هو قاعد بيتكلم مع شوية ناس كده وإيه بيبرر ليه ربنا قال ناقصات عقل وناقصات دين. أولا كل شيخ بيبرر بطريقته، لكن تيجي تقف عند إيه حاجات معينة، مثلا الدورة الشهرية، ان الدورة الشهرية دي لازم يقول لك يقول كمان الاسم بالانجليزي، يقول لك هذه الفترة ومش عارف ايه. الدورة الشهرية لا تنقص في المرأة شيء، لا بتنجسها ولا بتغيرها ولا يعني كل الكلام اللي بيتقال عن المرأة عن الدورة الشهرية للمرأة اللي تمنعها من انها تتلاقى بالله. ممكن تكون متألمة، هرموناتها طالعة نازلة، دي أمور بنعيشها رجالة وستات على فكرة. الراجل برضو عنده أوقات بيكون فيها عصبي زيادة أو يبقى يتعب فيبقى يعني أخلاقه ضيقة شوية، كلام من ده. كلنا بنروح بالمراحل دي، تغيرات الهرمونات في الجسم، تغيرات الظروف اللي حوالينا، الضغوط النفسية، نتعامل معها ازاي؟ مش ما تصليش وما تمسكيش الكتاب المقدس وما تدخليش مش عارف ايه ومالكيش شركة في ايه، ده كلام مش كتابي خالص خالص. لكن نتعامل معها أدبيا وإنسانيا وأخلاقيا، ونمرن نفسنا ان احنا
نكون هادئين في كل شيء، نكون بنصلي في كل شيء، نتعامل مع الآخر بأدب في كل وقت، وهكذا. الواحد بيمرن نفسه، بتمرن ولادك، يعني بتتمرن تتعامل مع مراتك إزاي، تتعرف مثلا عن الوقت اللي هي بتبقى متضايقة فيه فتكون حنون عليها أكتر، وهكذا. ولكنه لا ينقصها في شيء. أما الإسلام بقى يقول لك إيه، يعني هو قال إنها تكون ما بتصليش في الوقت ده وما بتصومش في الوقت ده. فعلشان بقى الشيوخ تبررها، زي بقى علي جمعة اللي دلوقتي بيعمل لنا إسلام جديد وعايز يلاقي حاجات يقولها علشان تخلي الستات يعني تحس إن هم ليهم ميزة، فيقول لها عارفة، بيقول للبنات بقى، ده انت ربنا اداكي رخصة علشان تكوني انت لوحدك، الراجل يصوم الشهر كله وانت لا. الله، يعني الراجل يصوم الشهر كله وانت لا، ودي ميزة ليكي. ايه اللي يميزها في انها تبقى عايزه تصوم ما تصومش، وما تصومش عشان خاطر هي عندها البيريد؟ فهو عايز يقول لهم يعني اتبسطوا، ربنا اداكوا رخصه ولازم تعيشوا بيها. ولكن هذه الرخصه قيل عنها ان هناك فيها نقصان للدين. حد يشرح لي الحته دي؟ لما تسالهم الدين ناقص في ايه يقول لك اصلا ما بتصليش اسبوع وما بتصومش اسبوع عشان الدوره الشهريه. فلماذا تسميه نقصان اذا كانت الست مجبره انها تعمل كده؟ ايه اللي ناقص فيها؟ هي المساله انه دائما لازم نواجه الستات بنوع من النقص. وقعد برضو يفسر نقصان العقل، يقول لك اصل يا ابني انت كان زمان الناس الستات فاضيه، فقاعدين يروحوا بقى السوق ويقعدوا يرغوا مع بعض ويتكلموا على بعض وينموا على بعض ويتكلم على جوزها، فهو ده بقى ايه نقصان العقل. بس دلوقتي برضو الدنيا اتغيرت. طب يعني عايز افهم، هو اله الاسلام ما كانش يقدر يقول للستات انه النميمه غلط وانه لازم تكوني بتحبي جوزك وانه ما ينفعش انك تتكلمي عليه كده وانه الكلام لازم يكون بالبركه؟ مش يعلمهم الاخلاق؟ ولا يقول لهم اصل انتوا مفقود فيكم الامل، كلكم ناقصات عقل؟ يا جماعه لازم نكون فاهمين الكلام اللي كنا زمان بناخده على علاته ده يجب ان ينتهي. ده مش منطق انه جميع النساء، انت عملت زي اله الاسلام، انت عممت على كل الستات مسلمين وغير مسلمين، ال 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 واله الاسلام يعمم على كل النساء سواء كانوا في العصر اللي كانوا فاضيين ما بيقعدوش يعني عندهمش حاجه فبينموا، والعصر دلوقتي اللي الستات فيه عندها ادب واخلاق طب واحدة بتنم، أنا ما بنمش، أنا بقى ناقصت عقلي ليه؟ لأنه مش هو ده بس، لأنه إله الإسلام نقصها في كل حاجة، في الشهادة وفي الميراث وفي ده، يعني فكر. أنتوا بترددوا عبارات خاوية ولا تفهموها، عبارات فاضية. الإسلام كرم المرأة فأعطاها حياة وميراث، إزاي يعني؟ خليني أقول لكم بمنتهى السرعة لأن إحنا عملنا حلقات في الموضوع ده كتيرة، لكن إذا قلت إن المرأة إن الإسلام من ضمن النقط اللي بيحطوها إن الإسلام أعطى المرأة حياة، لأنه لما في الوقت القديم بتاع محمد ده كانوا البنات، كانوا الناس بيقتلوا البنات ويستحيوا الأولاد. اولا محمد ما كانش ليه اي علاقه بالموضوع ده، مش هو اللي وقفه، كان في ناس قبله بيوقفوا الموضوع ده وغير راضيين عنه وبيشتروا البنات ويربوهم هم. اوكي، دي حقيقه تاريخيه معروفه بتنسبوها للاسلام ومش من الاسلام، ملاش علاقه بالاسلام. ان كان ذلك حدث فكان حدث عن جهل وفقر وحته مقطوعه الناس عايشين فيها بهمجيه.
ولكنه لم يكن العام في القرن السابع الميلادي في العالم كله مثلا، لا ما كانش العام. فإيه يعني إيه اللي غيروا إله الإسلام في النقطة دي، يعني نقطة الجزيرة العربية؟ لا مش هو، الناس اللي ما كانوش مسلمين أصلا ولم يكن لم يسمعوا عن الإسلام كانوا بيعملوا كده قبل ده. وإن الإسلام خلى المرأة تبقى ليها ميراث، الميراث كان موجود من العهد القديم لما راحوا بنات صلفحاد، الراجل اللي كان ما عندوش صبيان، وراحوا لموسى وقالوا له احنا ابونا ما عندوش صبيان، احنا اللي هنشيل الاسم والميراث. فربنا قال له ايوه فعلا ليهم حق، واصبحت المراه في حالات كثيره بترث. من الوقت ده لحد النهارده المراه ترث زيها زي الراجل. لما المسيحي يترك بنات واولاد الكل يرث بالتساوي، الا اذا اجبرته الدوله انه يعيش بالشريعه الاسلاميه زي ما بيحصل عندكم. ما تقولوش كلام بلا فهم، كلها اكاذيب اتنقلتوها بلا فهم. الجزء الثاني من كلامك بصراحه يعني كلامك ممكن الواحد يتكلم فيه كتير قوي، بس انت بقى ايه الجزء الثاني اللي انت بتكلم فيه المسيحيات؟ بيقول كده انتوا المسيحيات زليتوا حالكم مرتين، مرة لما بعتوا عورتكم على العامة حتى عملتوا من تجارة أجسادكم حرية، ودلوقتي بلا ما تبيعوا جسمكم للمجتمع لا يحترمكم كإنسانة. سؤال لحضرتك، إيه هي العورة؟ وإزاي بتشوف الستات المسيحيين ماشيين كاشفين عورته؟ العورة التي قررها الإسلام اللي انتوا بتقولوا عليها، لو يعني اخذنا بالمجموع الاكبر من الناس، هي كل جسد المرأة الا الوجه والكفين. يعني كل ستات الجزيرة العربية اللي كانوا عايشين في وقت محمد وقبل محمد كانوا كلهم ماشيين بعوراتهم مكشوفة. حتى زوجات محمد ما تغطوش الا لما عمر قال لهم اتغطوا. يعني محمد لما اتجوز خديجة ولما نزل عليه الوحي، كانت خديجة بتلبس زيها زي ستات عصرها، والمعروف ان الطرحة كانت بتنزل على الظهر والصدر يبقى مكشوف. فما تتكلمش عن حاجة ما انتش فاهمها. حسب التشريع الإسلامي الوجه والكفين، ولو غطيت الست كلها ولو لابسه برقع بعين واحده، هل ده بيوقف الراجل اللي بيشتهيها؟ اوكي. ايضا انت بتتكلم على تعميم على كل المسيحيات. يعني معلش سامحني، لو انت عايش في مصر، طبعا الاسم مش مصر، لو انت عايش في العراق، في سوريا، في لبنان، انت عارف انه مش كل الستات المسيحيات بيلبسوا قصير وعريان والكلام ده كله. ما تعممش. المسيحي الحقيقي ربنا معلمنا ان احنا تكون العفة من داخل القلب. اولا انا شايفة في التعميم انكم دايما بتبصوا للغرب على ان الغرب ده هو انه كل الناس اللي هناك مسيحيين، واللبس اللي بيلبسوه بينطبق على او يعني تحطوه على المسيحيات. لا ده مش حقيقي. وحتى في الغرب المسيحيات المؤمنات بيلتزموا بزي محتشم لانه ده اللي ربنا عايزنا نعمله، بس ممكن بيلبسوا الحاجات المناسبه في الاماكن المناسبه. مش هتقولي ما تلبسش مايو، لا تلبس مايو بس اصل ما حدش حواليها بيبص لها، الا الفكر الفاسد الفاسق اللي اتعلم انه ما دام الست عريانه نبص. ده مش بس كده، الفكر الفاسد الفاسق اللي يقول لك انك علشان تتجوز واحده ست فان يحل لك انه تشوف منها ما يجعلك تريد انك يعني تبقى عايز تتجوزها. على كيفك، استخبى وشوف.
انتوا عارفين ان ده بيقولوه كل الشيوخ. في فرق بين الالتزام بالقواعد العامة في المجتمع، الستات المسيحيات دائما بيلتزموا بالقواعد العامة في المجتمع، الست الفلسطينية المسيحية بتلاقيها حاطة إشارب على شعرها زي الست الفلسطينية المسلمة، لأن دي العادة، فبيعملوا العادات اللي هم يعني اتعودوا عليها. العراقيات بيعملوا نفس الحكاية. في فرق بين واحدة بس يو في مكانتها في المجتمع مختلفة فبتلبس زي مجتمعها. بس الستات في مصر، الستات في الأرياف، المسيحيات بيلتزموا بالقواعد العامة في المجتمع، الستات في مصر الست المسيحية بتمشي محتشمة أكتر من الست المسلمة اللي مش محجبة. ليه؟ عشان عارفة إنه هيتبص عليها، وعارفة إنها يعني هتعامل إن ده هيعود على إلهها، مش كده؟ فبنلتزم. أيضا إنه القواعد الكتابية الرب بيعلمنا إن العفة القلبية للراجل والست مهمة. نفحص قلوبنا لما نكون بنبص على غيرنا، لما نكون بنحكم على غيرنا، وإن زينتنا الخارجية لازم تكون بالأخلاق مش بالشكل اللبس. بولس الرسول قال للستات اللي كانوا في الوقت ده، قال لهم ما تزينوش شعركم باللآلئ والضفاير والكلام ده كله، لأنهم كانوا بيزودوا فيها، لأنه الزينة الخارجية مش حرام، كان بيقول لهم اعملوا الحاجة المناسبة في الوقت المناسب. يعني ما تدخلش الكنيسة وانت لابس ألماز وترتر ومش عارف ايه، لانه في غيرك مش لابس زيك، خلينا نبقى كلنا زي بعض مثلا. ما منعش انك تلبس زينة. اوكي، بيقول لنا ان الزينة الخارجية ليست للتفاخر على الغير. الكتاب المقدس بيهتم بالقلب، في غيرك من جوه. المسيح وكلامه عن المرأة الممسوكة في الزنا، في قصة المرأة المملوكة عن الزنا، المسيح بص للناس وقال لهم انتوا من منكم بلا خطية فليرميها أولا بحجر، مش كده؟ لكن لأنه توجه ليهم وقال لهم الكلام ليكم انت، يلي انت جايب لي واحدة انت ماسكها في الزنا. اوكي، كان في راجل معها مجاش، وانت واقف بتحكم عليها، وانت ممكن تكون واحد من الزباين يعني لو سمحتوا بص لقلبك، صلح قلبك الاول. وبعدين يقول لهم في موقع تاني انه ان اعثرتك عينك اقلعها، وانه من يزني في قلبه ده برضه زنا. ما ينفعش انك تزني في قلبك، الزنا بالقلب أسوأ. وكان الحديث للرجالة والستات، لكنه تحديدا لم يغفر دور الراجل في الموضوع ده. علشان كده النهاردة بتلاقي إننا دايما بنعلم ولادنا احفظ قلبك، لأنه منه تخرج طرق الحياة زي ما الرب بيقول. أما يكون قلبك ماشي حسب قلب الله، هتبص لأختك حتى لو كانت مش لابسه لبس يغطيها، هتقول انا لازم سامحني يا رب لاني بصيت كده او فكرت كده، ساعدني يا رب اساعدها مثلا. الاسلام المراه تغطى فيه حتى لا يشتهي الرجل، فيترك الراجل المسلم لشهواته بلا تعليم يغير قلبه. غض البصر مش كفايه، غض بصرك، لا معلش، بس النظرة الأولى ليك والتانية عليك، فيفضل مبحلق ومش عايز يبرمش بعينه علشان خاطر لو النظرة تطول شوية فياخد راحته، مو بالحساب. ليس غض البصر ولكن غض القلب على الحكم عن الناس. النظر على اللي في عين الغير، الرب يسوع قال كده، يعني ما تبصش للقذى اللي في عين أخيك ولكن شيل الخشبة اللي في عينك أنت.
مفهوم الحرية الكتابي هي حرية أبناء الله. أوكي؟ حرية أبناء الله في المسيح إنه حررنا من الخطية، حررنا من الموت الأبدي، إنه أعطانا حياة جديدة. بتكون الحياة الجديدة دي مهمة جدا بالنسبة لنا. ليه؟ هي مهمة جدا بالنسبة لنا لأننا عايزين نقترب من الصورة اللي الله عايزنا نعيشها معاه أكتر وأكتر. فعندنا حرية في أني أقمع نفسي، أقمع أفكاري، أقمع ذاتي، وأدي فرصة لله يغيرني تغيير حقيقي. فلما تعرض عليا الخطية بعد كده مش هشتهيها، لأني عندي الأفضل، عندي المسيح، لأني بقيت بنت الله فأنا أمثله، عندي هدف أعلى. وبعدين حضرتك بتقول بقى في آخر الجملة اللي كتبتها إنه المجتمع لا يحترمكم كإنسانة. المجتمع الذي لا يحترم الإنسان لمظهره الخارجي هو المجتمع الإسلامي فقط. ليه بقى؟ لأننا بنشوف إنه التحرشات اللي بتحصل والاغتصابات اللي بتحصل في أفغانستان وباكستان ومصر والاغتصابات الجماعية، عندما يوجد فرصة لجماعة من المسلمين إن هم عايزين يقمعوا واحدة ست، أو يشوفوا واحدة ست مثلا مش مغطية شعرها. عندك كام فيديو على الإنترنت لمصر لما كانت بتحصل فيها الاغتصابات الجماعية في وسط المظاهرات علشان يقمعوا الستات؟ مين اللي بيعمل كده؟ الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية اللي كانت بتبقى موجودة علشان تقول للست ما تنزليش، لأن الستات كانوا بيغيروا، وعلشان تقول للرجالة لو عايز تحمي بنتك قعدها في البيت، فالأبات تقمع البنات والجواز تقمع الستات وهكذا. دلوقتي ما فيش اغتصابات جماعية في مصر، إن الأمور اتغيرت، لكن ممكن تيجي تاني طالما هناك إسلام يعني يفسد عقول الناس بالشكل ده، ممكن ترجع تاني. أفغانستان وباكستان بنشوف ستات الرجالة بيشدوا فيهم لأنها لابسة حاجة مبينة طرف صباعها، وتغتصب الستات وتضرب الستات ويمسكوهم ويتحرشوا بيهم ويلمسوهم، ومشاهد مرعبة ومقرفة في الدول الإسلامية. مش ممكن تلاقي الظاهرة دي عامة ومتكررة بالشكل ده إلا في الدول الإسلامية، لكن في الغرب دي جريمة لا يمكن إنها تحدث بالصورة دي أبدا. وإذا حصلت في المجتمع يتحد الناس، واللي أذنبوا يعاقبوا أشد العقاب، لأن هناك احترام للإنسان. المجتمع أو الدين الذي لا يحترم الإنسان ليس من الله. الإنسان خليقة الله، يحترم في أي صورة لأنه خليقة الله المتميزة. بقية التعليق بتاعه بيقول إنه المرة الثانية أنتوا زلتوا نفسكم بإيه؟ مرة بالعري في رأيه، ومرة بأنكم زليتوا نفسكم وكرامتكم بالشغل 10 ساعات كل يوم زي العبيد في الشركة تحت كلمة مدير الشركة، لا عندكم رأي ولا طاقة تناقشوا بأمر المدير، فقط شغل وذل وبيت تحت مسمى حرية المرأة وخلف غلاف الحرية ذل. أولا أنت برضو بتعمم على النساء المسيحيات والمسلمات دلوقتي. يعني أسأل حضرتك سؤال، مفيش ستات مسلمات بيشتغلوا؟ محجبات، منقبات، غير محجبات، مسلمات بيشتغلوا. انت أصلا بقى مشكلتك انك بتعترض على عمل المرأة، لكن عايز تقول ان الستات المسيحيات هم اللي ابتدوا ده مثلا؟ يعني مش فاهمة فكرتك، الموضوع باظ منك شوية، بس انا هرد عليك برضو. اوكي، لو انت عايز تتكلم على عمل المرأة اللي انت معترض عليه،
لان الاصول الاسلاميه بتعلمك ان الست لازم تقعد في البيت وليها دور معين وتتجوز في السن اللي مش عارف ايه. فلما يعني مشاكل كبيره في ان الست تقدر تخرج من البيت وتتعلم وتنمو وتشتغل وتكبر. واكيد برضو انت بتعترض على دراستها وخروجها من البيت، وده الاصل في الاسلام. وناسي ان معظم البيوت النهارده بتحتاج لعمل فردين عشان نكفي احتياجات الناس. النهارده في المجتمعات شرقا وغربا الست والراجل بيشتغلوا، وبيشتغلوا شغلتين ثلاثه كمان علشان الاسره تعيش وتتربى بطريقه معقوله مش ممتازه حتى. فانتوا بتفكروا كده لان اله الاسلام علمكم التحجر الفكري. هو من ايام العصر الحجري الجاهليه اللي انتوا كنتوا بتقولوا عليها في الوقت ده، خديجه كانت بتشتغل وغيرها. لكن جه محمد رجع الستات للعصر الحجري فعلا. بقى مثلا شيوخ النهارده بيقول تشتغل، بس بصوا اللفه بقى. اوكي، يقول لك الست ممكن تشتغل وتشترط على الزوج انها تشتغل او تدرس قبل الجواز. فالشرط نور يا اختي، خلاص اشترطي زي ما انت عايزه بس اتجوزي. اوكي، تتجوز وتشترط وتتجوز جوزها على الاتفاق ده. وبعدين يجي الزوج بقى بعد طفل والتاني، قصص بنسمعها على طول، ويقول لها لا مفيش دراسه ولا شغل، لا هتشتغلي ولا هتكملي دراستك. طب يهديك يرديك، طب ده مكتوب في العقد. لا هو كده. هل من حقها انها تقول له لا هشتغل وتنزل من غيره؟ لا، تبقى عاصيه وتبقى ناشز. فتروح الست للشيخ فاكره ان الشيخ هيلزمه بالوفاء بالوعد. فيقول لها ايه بقى الشيخ؟ يعني الحقيقه لا حول ولا قوه بالله، بس يا بنتي طاعه الزوج واجبه، وانه اذا لم تقبلي طاعه زوجك اذا ده عصيان، ومش ممكن تخرجي من البيت من غير اذنه، وان الملائكه ستلعنك لو قلتي مش عارف ايه. ونفضل بقى ايه يكررها انه افضل لو امرت الناس انهم يسجدوا لاحد فكانت الزوجه تسجد لجوزها، وبقيه الحديث المقرف ده الصحيح. وبعدين يروح قايل لها بقى ايه الحاجه اللي في الاخر بقى، الارهاب دايما لازم يجي في الاخر، اذا ما قبلتيش فالطلاق هو الحل. فتتحط المراه بين نارين، ممكن تكون بتحب جوزها، ممكن تكون عايز تعيش عشان عيالها، وممكن تكون مش عايزه الفضيحه، وممكن يكون ملاش حته تروح فيها. فتضطر انها تسيب كل احلامها، والراجل يكسر الوعد اللي هو وعده، ولا ضامن ولا شرط في عقد اللي انتوا بتقولوا عليه عقد ده، انتوا بتضمنوا حاجه واحده حق النكاح، ولكن لا تضمن الشروط في هذا العقد. مش عاجبك اتطلقي. اولا فكره الطلاق في الاسلام دي فكره قميئه لانها لا تليق بالله. تطلق المرأة أو يطلق الرجل أو يطلق الراجل عندما لا يكون هناك أمانة، عندما لا يكون هناك اتفاق أو خطر على الأسرة بشكل ما. ولكن دائما الكتاب بيقودنا لأننا نقدس الزواج. ففكرة الطلاق في الإسلام شالت منكم قداسة الزواج خالص. تعمل إيه الست؟ فمنهم كتير اللي بيقعدوا النهاردة الستات بقى عندهم فرصة انها تقول لا انا هشتغل واصرف على بيتي ونتطلق. خلاص انت كسرت عهدك، انا كسرت وعدك، انا هتطلق. لكن هل هو ده الاصلح؟ الاستهانة بالاسرة وتربية الاولاد بدون اب او بدون ام. اوكي، مسألة بقى العمل تحت المدير اللي بيزلها. لما نعلم البنات والستات ان ليهم صوت وفكر واختيار وانها ليها شخصيه، هتستطيع انها تعرف حدود واطار عملها ولا تتخطاه مع حد او حد يتخطاه معاها. حتى لو كان المدير بنقدر نواجه
المدير لأنه في قوانين، لكن في الدول الإسلامية اللي يقودها الرجال وليس هناك إطار للقانوني يحمي وما ربناش الستات على إنها تقدر تقول رأيها، طبعا في مشاكل، بس المشكلة من عندكم مش في بقية العالم. في الغرب لو الراجل غلط أو المدير لو بس خرج برا إطار، مثلا في عنده سكرتيرة، شغلة السكرتيرة إنها تكتب له جواباته ومش عارف إيه، لو قال لها لو سمحتي هاتي لي قهوة وده مش في إطار شغلها، تقول له لا هات قهوتك، وما يقدرش ينطق. الست ليها كرامتها، والست العقلة المتربية بتجبر الناس على احترامها وتعرف هي بتعمل ايه. لكن نوعية الستات اللي انت بتتكلم عنهم مذلولين وبيروحوا مكسورين، انت باين عليك ما خرجتش بره باب البيت. سؤال تاني لحضرتك، وحضرتك مش بتشتغل برضو وعندك مدير وممكن يذلك برضو، ومعظم الرجالة اللي بيشتغلوا في الشرق الأوسط النفاق بقى والمحلسة للمش عارف ايه، عشان المجتمع غير منضبط بأخلاق او منضبط بأخلاق الإسلام. فالذل في الشغل عندكم للراجل زي الست، يعني في حضرتك ما انتش يعني خارج بره الإطار ده. ايه الفرق بينك وبين ست بتشتغل عند مدير ظالم؟ ولا حاجة. اوكي، آخر كلامي ليك هقول لك، خرج الخشبة اللي في عينك قبل ما تحكم على الآخرين. احتقارك للآخر أيا كان نتيجة الفكر الانفصالي المتعالي للإسلام، ودي خطية كبيرة إنك تتعالى على الآخر. المسيح وهو بيكلم الجموع والتلاميذ بيقول لهم إنه اللي يقول لأخيه كلمة يعني تجرح المشاعر يبقى مستحق العقاب، لأنه لم يرى حال أخوه، فبدل ما يصلي له، بدل ما يعينه، بدل ما يديله، بدل ما يكون حاضر معاه في مشكلته يتريق عليه مثلا، لا أنت مستحق العقاب لأن قلبك فيه حاجة غلط. أما الإسلام فيعلمكم النظر للآخرين بصورة عامة، الكل في أفة واحدة، على رأي الشيخ مبروك عطية البسي أفة، بتحط الكل في أفة واحدة، إلا المسلمين اللي أنت زيهم اللي زيك. واضح أن حضرتك فكرك سلفي مظلم كثيراً، فحتى المسلمين اللي حواليك انت مش هيعجبوك برضو، وده ضمن كلامك. اوكي، كل انسان يا اخي بيحمل خطيته وسيقف امام الله، فاما ان تعرف قلب الله الحقيقي وتفهم عمل المسيح في حياتك وتقبل محبته وخلاصه فتقف كده امام الله من خلال المسيح كاحد ابنائه فيكون لك نعمة امام الله، أو إنك تختار إنك تقف برفضك لله الحقيقي وبخطاياك وبظلامك أمام الله فتدان، يا كده يا كده. الحقيقة إن السؤال ده أخذ مني يعني أنا كنت عاملاه نص الحلقة، دلوقتي خد الحلقة كلها. الإنسان يجب أنه ينظر إلى داخله ويبحث في الأمور اللي تغير حياته بصورة حقيقية. خليني أقول لك حاجة، أو للمشاهدين عموما، السؤال بتاع حضرتك وكل التفاصيل اللي كانت فيه دي، مشكلتك إنك لا تعرف الأصول الإسلامية للأفكار اللي أنت بتقدمها، فيجب عليكم البحث الحقيقي
في التاريخ الإسلامي، في كتب الحديث، في كتب التفسير، في أسباب النزول، الكلام ده كله هتلاقوا فيه المشاكل الإسلامية الحقيقية اللي غيرت مجتمعات وأدانت ناس كان ممكن إنهم يكون ليهم فرصة في حياة أفضل. الأفكار اللي تخليك تقول ده كافر أقوم أقتله، يعني سوري، اللي يخليك تقول ده كافر أقتله ليه؟ أصله أحسن إن أنا أقتله دلوقتي، ويعني علشان بقى ما يعيش كتير كافر، ولا ما أعرفش إيه الفكرة. ده مش فكرة الله. الله ينظر للإنسان ويقول أنا لسه مديك فرصة لآخر لحظة، ويحيط بالأفكار والناس اللي تقابله والبرامج اللي يشوفها علشان حياتك تتلمس بالحقيقة. المسيح هو الطريق والحق والحياة. المسيح هو الباب اللي ندخل منه أمام الله ونعيش من خلال خلاصه وفدائه حياة نتقدم فيها إلى تلك الصورة عينها اللي ربنا عايزنا نتغير ليها، الصورة اللي هي صورة المسيح، النقاء، القداسة، الأمانة، المحبة، الاحتمال، الصبر، التأني، الحكمة، مش الغضب والانتقام والقصاص والكلام ده كله. مش هي دي طريقة الحياة؟ مش عدم الغفران؟ مش الحكم على الآخر؟ مش قمع حرية الناس؟ مش ظلم الناس لأنك أنت مسلم وهم لأ؟ مش الكذب يعني التقية في معاملة الآخرين والغير وحتى مراتك؟ طالع دلوقتي على اليوتيوب الشيخ اللي بيتكلم كتير ده، اسمه عمرو حاجة، طول النهار وهو بيتكلم اولا مركز قوي على الناس اللي بيعملوا برامج او اذا كان مسيحيين بيتكلموا، ويقول لك اصل ده مش مسيحي زي المسيحيين الحلوين، يعني رفقائنا في الوطن ولا مش عارف ايه، شركائنا في الوطن بسميهم ايه، وبعدين يشتم شتيمه في المسيحيين والمسيحيه. مش انتوا، مش المسيحيين الحلوين بقى اللي هم جيراننا دول، لا مش دول. انت في الاصل بتعمل ايه؟ انت عامل برنامجك كله بنية على الشتيمة في المسيحيين علشان خاطر فاكر نفسك يعني بترد، والحقيقة انك ما بتردش خالص. انت بتقدم الصورة الحقيقية للفكر الإسلامي وإله الإسلام. فلو سمحتوا فكروا، كوني النهاردة بعلم عن حقيقة الفكر الإسلامي ده مش لا شتيمة ولا انتقاد أبدا، يعني مش نقد شخصي للناس، ولكنه نقد للفكرة التي تنسب لله، فتكون النتيجة إنك بتضع على الله ما ليس فيه. الصورة الحقيقية لقداسة الله في الكتاب المقدس تنافي تماما اللي في الإسلام. بس عايزة أقول حاجة في الآخر، إنه الحياة فرص، مش كده؟ مش الحياة فرص يعني فرصة عمل ولا فرصة نجاح ولا لا، الحياة فرص يعني الحياة اللي بنعيشها أو اللي أنا قصداه النهاردة، كل يوم ربنا بيدي لك اختيار واختيارات لحياة أفضل، أو إنك تقول نفسك، تقول ذاتك تعيش فتقول لا أنا عايز ده، أنا شايف إن ده أفضل، فتروح الناحية التانية
وطريق الله وطريق الشر لا يمكن يتلاقوا. طريق الله والشر كده هيمشوا كده. والإسلام ليس طريق الله أبدا. ففي يوم من الأيام هنقف وهنواجه كل اختياراتنا أمام الله، لأن الله عادل، ولأن الله ديان، ولأن الله يفصل نفسه عن الخطية. ولكن هنعطي حساب، الكتاب بيقول هنعطي حساب أمام الله. وساعتها لو ما كنتش اديت لنفسك فرصة انك تبحث بحث حقيقي، هتقف أمام الله عادل ديان حزين على فقدانك لخلاصك أو فرصة الخلاص. فانتبه، تحب تتبع إله الغضب أم إله المحبة؟ ادرس، اسأل، ابعت لنا سؤال حقيقي مش شتايم. لكل واحد واحدة بيسمعوني النهاردة من العابرين خاصة، الكتاب بيعلمنا أنه إحنا يجب أنه نكون مستعدين لمشاركة الناس عن سبب الرجاء الذي فينا. أنت وأنا وإنتي وأنا عارفين قد إيه لما قابلنا المسيح، المسيح غيرنا من الداخل، من القلب، من يعني الواحد كل الأمور اللي أنت وإنتي كنتوا متعلقين بيها زمان راحت، ما بقالهاش أهمية. إذا كان لبس ولا ميراث ولا فلوس ولا مكانة ولا جواز ولا أي حاجة، حتى خسارة الأهل لا تقاس بالحرية التي لنا في المسيح، الثقة التي لنا في المسيح، الرجاء الذي لنا في المسيح. بشجعكم النهاردة مهما كان الألم اللي بتمر بيه، مهما كان المر اللي انت بتواجهه النهاردة، تمسك بالرب وقول له يا رب انت كفاية، لانه انا مع المسيح صلبت فأحيا لا انا بل المسيح يحيا فيا. وانه حتى لو بنواجه الموت هنقول انه نكون مع المسيح ذاك افضل جدا. انت لا تخاف من موت ولا تخاف من اضطهاد، ولكن النهاردة ربنا عايزك تستمتع بالحياة الحقيقية معاه، تستمتع وتستمتعي بتغييره ليكي كل يوم، وتكونوا شهادة وتكونوا سبب لأنه الناس تشوف الرجاء الذي فيكم فتمجد أباكم الذي في السماوات أيضا عن العمل اللي فيكم، ويسألوكم فتجاوبوا عن محبة المسيح. أشكركم وبصلي من أجلكم، وإلى اللقاء في حلقات أخرى.